السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس اخويا الله يكرمك. الحمد لله كل شيء بخير الله يكثر خير. بعد الانجازات ديال المنتخب بعد طايح الحال حنا فرحانين بالانجازات ديال المنتخب المغربي. ديما مغربي ديما مغربي لو سير قول لنا دابا الاسمنه. والاسمنه الحمد لله دابا راه مرخوفه الحمد لله حيت كانت واحد الشهر ديال كان الحوت مقطوع ولكن الحمد لله دابا الاسمنه راه الحوت مطلوق. دابا راه الاسمنه موجود الحوت موجود بعدا انواع موجوده الحمد لله. كاين الميرنا كاين الصول كاين الكروبيت. الكروبيت دابا الحمد لله هو رخيص 80 درهم وكاين الميرنا الصغيره راه 50 درهم ديك السيمانه 60 درهم وهذيك راه 60 درهم ديك السيمانه راه 70. مليح الاثمنه مليح الثمن مليح حتى هو. هذيك نوع قليل هذاك الحوت قليل هذاك 100 درهم باش نبيعو. هذه تيقولوا لها الفلوطه بحال التيربو فصيله ديال التيربو. لا كتباع كومبلي بحال هكا كدار في اللاطه مليحه ملحمه. هذا كيتباع الطونه العنيده كتباع ديطاي. هذه راه الطونه العنيده الفري. هذيك ماركه تيقولوا لها المكانه زوينه حتى هي. الثمن ديالها 100 درهم حتى هي. هذيك حرتوكا كيقولوا لها لا روسيت بالفرنسيه حرتوكا. هذه اييه والبحاره هما اللي قالوا لنا هذه الهضره هذه حتى هما مجربين كيقولوا كتنفع للدار كتنفع بزاف د الحوايج مليحه سخونه هي. هي سخونه هي. طاجين 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 بالثومه والكرافس والربيع والزيت العود وبالقوام ديالو دايره 35 كيلو. هذاك لاصوليت هذيك السانديه ماشي الصول فري ولكن راه بنينه هذيك راه الصوليت مليحه هذيك كيقول لها السانديه بالدارجه راه هي باش كيخدموا القلايه وداك الشيء بنينه على الصون. مرحبا الحوت كله الخير موجود الخير ديالنا حنا موالين. واد السيد زعما الله عمره دا تنتقداو عنده ديما تيدير اثمنه مزيانه الصراحه. هذا وعلاش نجي عنده عنده داك الشيء جديد داكشي علاش عندو ديما انا عرفتك دوا اختاريتي لا نشوفها. وهذه فيها واحد المذاق عنده واحد المذاق زوين هذا هو لا الصول ديال هذا تناخذ عندو ديما. لا لا ديما كليان ديالي الحمد لله وما تيزيدش علينا ما والو ديما الحمد لله عنده داكشي مزيان وهذا تنتقداو عندو. لا ديما تنتقداو عندو المهم كان شي حاجه ما مزيانه ما تيخدمش هو كاع نهائيا ما كانش حاجه جديده تيقول لك ما كاينش كاع احسن. لا واعلاش تنجيو من انا تنجي من السباته عنده علاقه مع السباته تنجي على قبل باش بنمسك تما. بارك الله فيك. هي اليوم الماده الطيبه انا تنصايبو ندي نقلي وندي لي انا ما بغاش نبدا في مسائل ما دام ما ضربش سماره. الله ينور عليكم. الحمد لله دابا الاثمنه موجوده فهمتي الحوت يعني الثمن مناسب يعني فهمتي داك كان واحد الشهر يعني كانت واحد الريح والمفيطه دابا الان الحمد لله الحوت ولا موجود الاثمنه مناسبه وكنجيبوا شي حاجه مليحه هنا للمحل معروفين فهمتي كيجيو الناس من جميع المدن كيجيو لهنا معروفين. الثمن مناسب ثمن مناسب يعني ما بقاش ديك الاثمنه اللي غاليه. البيع والشراء الحمد لله الانسان يقول الحمد لله الشكر لله فهمتي ولا لا الحمد لله الشكر. واخا الناس شويه مدايره ولكن الناس اللي كتعشق الحوت كتجي خاص الحوت فهمتي ولا لا مزيان كيقول الحوت مزيان رغم الازمه وداك الشيء الناس كتجي تتغدى فهمتي ولا لا.